نوح عليه السلام يؤذى 1000 عام إلا 50 عاما في سبيل دعوته، فيصبر ويحتسب ويستمر في نشر دعوته إلى التوحيد ليلا ونهارا سرا وجهارا حتى ينجيه المولى بعد كل هذا الزمن ويهلك عدوه بالطوفان. فأبشر فإن الطريق واحد. إبراهيم عليه السلام يلقى في النار فيجعلها الله عليه بردا وسلاما ويحميه من النمرود وينجيه من كيد قومه وينصره عليهم ويجعل دينه خالدا في الأرض. فاثبت فإن الدرب واحد. موسى عليه السلام يتربص به فرعون الدوائر ويحيك له المكائد ويتفنن في إيذائه ويطارده فينصره الله عليه ويعطيه العصا تلقف ما يفكون ويشق له البحر ويخرج منه بمعجزة ويهلك الله عدوه ويخزيه. فاثبت فإن المسير واحد. عيسى عليه السلام يحارب بني إسرائيل ويؤذونه في سمعته وأمه ورسالته ويريدون قتله فيرفعه الله إليه وينصره نصرا مؤزرا ويبوء أعداءه بالخسران. فتريث ولا تتعجل فإن المصير واحد. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يؤذيه المشركون واليهود والنصارى أشد الإذاء ويذوق أصناف البلاء من تكذيب ومجابهة ورد واستهزاء وسخرية وسب وشتم واتهام بالجنون والكهانة والشعر والسحر والافتراء ويطرد ويحارب ويقتل أصحابه وينكل بأتباعه ويتهم في زوجته ويذوق أصناف النكبات ويهدد بالغارات ويمر بأزمات ويجوع ويفتقر ويجرح وتكسر ثنيته ويشج رأسه ويفقد عمه أبو طالب الذي ناصره وتذهب زوجته خديجة التي واسته ويحصر في الشعب حتى يأكل هو أصحابه أوراق الشجر وتموت بناته في حياته وتسيل روح ابنه إبراهيم بين يديه ويغلب في أحد ويمزق عمه حمزة ويتعرض لعدة محاولات اغتيال ويربط الحجر على بطنه من الجوع ولا يجد أحيانا خبز الشعير ولا رديء التمر ويذوق الغصص ويتجرع كأس المعاناة ويزلزل مع أصحابه زلزالا شديدا وتبلغ قلوبهم الحناجر وتعكس مقاصده أحيانا ويبتلى بتيه الجبابرة وحلف المتكبرين وسوء أدب الأعراب وعجب الأغنياء وحقد اليهود ومكر المنافقين وبطء استجابة الناس وخذلان من حوله في أكثر من معركة ثم تكون العاقبة له والنصر حليفة والفوز رفيقه فيظهر الله دينه وينصر عبده ويحزم الأحزاب وحده ويخذل الأعداء ويكبتهم ويخزيهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دربه دربك وطريقه طريقك وإن النتائج واعدة ولا بد أن تمر بشيء مما مر وأبشر فالله غالب على أمره والنصر في النهاية لمن سار على درب محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا أبو بكر يتحمل الشدائد ويستسهل الصعاب في سبيل دينه وينفق ماله ويبذل جاهه ويقدم الغالي والرخيص في سبيل الله حتى يفوز بلقب الصديق. وعمر بن الخطاب يضرج بدمائه في المحراب بعد حياة ملؤها الجهاد والبذل والتضحية والزهد والتقشف وإقامة العدل بين الناس. وهذا عثمان بن عفان ذبح وهو يتلو القرآن وذهبت روحه ثمنا لمبادئه ورسالته على يد الغوغاء من أدعياء الإسلام. وعلي بن أبي طالب يغتال في المسجد بعد مواقف جليلة ومقامات عظيمة من التضحية والنصر والفداء والصدق. والحسين بن علي يرزقه الله الشهادة ويقتل بسيف الظلم والعدوان من أدعياء الإيمان. وسعيد بن جبير العالم الزاهد يقتله الحجاج فيبوء بإثمه ويفوز هو بجنان النعيم. وابن الزبير يكرمه الله بالشهادة في الحرم على يد الحجاج بن يوسف ومن معه من الظالمين. ويحبس الإمام أحمد بن حنبل في الحق ويجلد فيصير إمام السنة والجماعة على مر الأزمان. ويقتل الواثق الإمام أحمد بن نصر الخزاعي الداعي للسنة بقوله كلمة الحق ولم يتزعزع. وشيخ الإسلام يسجن ويمنع من أهله وأصحابه وكتبه فيرفع الله ذكره في العالمين. وقد جلد الإمام أبو حنيفة من قبل أبو جعفر المنصور. وجلد سعيد بن المسيب العالم الرباني جلده أمير المدينة. ويجلد الإمام مالك إمام دار الهجرة من قبل والي المدينة. وضرب الإمام عبد الله بن عون العالم المحدث ضربه بلال بن أبي بردة. ولو ذهبت أعدد من ابتلي بعزل أو سجن أو جلد أو قتل أو أذى لطال المقام ولكثر الكلام وفيما ذكرت كفاية. فمن أنت أمام هؤلاء الأعلام وأمام هؤلاء الرجال وأمام هؤلاء الفقهاء الأنقياء الأتقياء؟ في رضاك في رضاك.
بغية العليل منية الكليم.